بيبي خل نسحب قرض من البنك ونشتري غراض للمحل. باعي هالمرة ماكو مجازفة والمشتري جاهز همينة، شو تقولين؟ ها ما يصير، بعد كل الأراضي اللي كانت باقية من جدك وخسارتها، بعت البيت القديم وخسرت هواي، بس هذا البيت خليت عينك عليه. بيبي ذاك الوقت كنت جاهل، باعي هسه انا صرت كبير وكل شي راح يتعدل. اقول لك مستحيل مستحيل، ما باقي لنا غير هالبيت، لو هالبيت هم يروح من ايدينا ايش راح نسوي؟ وين نروح؟ نبقى بالشارع؟ واني ما خليك بالشوارع يا احلى بيبي انتي. ولي اني شبعت من كذباتك، انت قصت السياره مدافعه، عن قريب راح ياخذون حتى السياره منك. كلاوتشي كافي بيبي، تريد تكسرين قلبي انتي، كافي. لا مو كافي، واي سكتت؟ شنو ذنبي الله؟ ليش انضيتنيش حفيد؟ ما يسوى شيء، يا ريت الله ياخذني واخلاص. قلت لك سكتي عود، سكتي كافي سكتي. ما اسكت ما اسكت، كافي بدعت منك عود. ما اسكت ما اسكت، قلت لك سكتي كافي. ايش قد لحيتي؟ كافي عود. ايش سويت انا؟ ايش سويت؟ الو هارون، لك سوى شغله بد مو زينه. ايش صار؟ ما نطتك فلوس مو؟ قلت له سكتي وما سكتت، واني خنقتها بالمخده. خنقتها بالمخده؟ انت ايش سويت؟ صيحت هواي ورادت تلم العالم علينا، واني خنقتها. الله يلعنك عليك، لك بس كان باقي لك تصير قاتل بيبيتك. بسرعه تخلص من الجثه ولا تخليها تبين ابد، والله راح تسجر بالسجن طول عمرك. اتخلص منها شلون اتخلص؟ ايش بدري، لفها بشي وذبها على النهر، احرقها بالغاز. المهم لا تخابرني قبل ما تحل هالموضوع. شنو انت تريد تورطني؟ Goodbye. بنتي ايش صار لك؟ خلاص ماما انتهى كل شيء. انتهى؟ شنو انتهى؟ خلصت الكلية؟ طبعا عرفوا بنتي ذكاها عالي، تخرجتي من وقت مو؟ اكيد هيجي صار. ماما انتهى كل شيء بيني وبين ابيانا. ايش سوى بعد هالاسود الغبي؟ بعد ما اريد احكي، انسي الموضوع، ما اريد احكي بالموضوع بعد. لعد انطي خبر لابوك، والله لو يسمع هالخبر راح يقوم يرقص من فرحته. اوف منك ماما، انا قاعد اعذب وانت تصنفين علي. الموضوع طلع جديات. نعماني اهلا. نعماني عندي لك بشارة. خير، شنو هاي البشارة؟ هالبشارة نعماني راح تطلعك من الظلمات الى النور. اخاف رادوا التيس الاسود بفريق افريقي، ها؟ لو راح يرجع لبلده. لا اكثر من هيش نعماني، بعد احسن من هذولا. سناء والتيس الاسود انفصلوا. الله الحمد لله يا ربي، الله استجاب دعائي. صفية اطلبي واتمني. ايش قد زين انت نعمان، اني اريد قلاده هالقدها. لا مو هالثخن ليش؟ تمام نعمان، خلي تصير سواره. لا سواره هم غاليه، يا دوب هالقد اقدر اشتري لك. باعي ايش اسوي؟ اقبل هاي هم. بس نعمان ترى اذا ما نهتم بالبنيه راح ترجع تتصالح ويا التيس الاسود. ايش اسوي صفيه؟ ها انا يا كتله؟ لا عيني، ليش تلوث ايدك بالدم؟ اي لعد انت كتلي. لا عيني، واني ليش كتله؟ ايش علي منه؟ المهم عيني، ضاع نعماني، احنا لازم نلقع الريس لهالبنيه حتى نبعدها عن التيس الاسود، مو خوش فكره؟ وين نلقى واحد زين بهالزمن هذا صفيه؟ ماكو ولد زين، ولد الحلال مقرضه ويا صفيه. الله كبير نعماني، بلكي يطلع قدامنا واحد زين. يلا هسه كافي لا تحكين هوايه، انا اروح اجيب الاغراض من السياره واجي. يلا. باسل ابني شلونك؟ زين الحمد لله خالو. يا نعمان ساعد الولد ما يقدر يشيل خطيه. وش سكتي؟ اي طبعا طبعا راح اساعده. شنو هذا؟ لك هذا هلقى ثقيل، شو مخلي بيه هذا؟ هاي زوليه صنع ايد نعماني. ابني باسل من يشتري شيء لبيته يشتري احسن واغلى شيء، مو ابني باسل؟ مو صح كلامي؟ اي خاله اشكرك. شلونها بيبيتك؟ بيبي زينه؟ راحت يم اهلها، واني هم قلت اغسل الزوالي ما دام هي رايحه. راحت يم اهلها؟ بس انا الصبح شفتها ما قالت شيء. اي فجاه خابروها،
قالوا واحد من قرايبها مريض وراحت تشوفه. أويلي سودة علي. الحمد لله على سلامتهم. ابني باسل هاي زولية أصلية؟ لا 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 اختص أخيدش خالق. ما شاء الله ما شاء الله، إيش قد زين هذا الحفيد. الله يرزقنا احنا هم هيك حفيد ان شاء الله. اي والله يا ريت، لان احنا ما عندنا ولد مثلك. باقرب وقت ان شاء الله الله يدزلنا نسيب مثلك يريح قلبنا. هاي سياره مالتك؟ اي عمو نعمان. جديده؟ اي جديده. على الخير. سلم هواي على بيبيتك خديجه، من ترجع تعالوا يمنا ننتظركم. ها تسوي؟ نعمان شفت موج قد حباب هالولد؟ يحب المساعدة هم، باعي ينظف الزوليات هم، ما شاء الله. يا ريت لو عندي هيش نسيب وخلي أكون مديونة 100 مليون. صفية أنت كل شي ما تعرفين عن هالولد، وقبل لك تكسر ابني يبيه. ليش تقول هيش نعماني؟ باع عنده سيارة وبيت وعنده محل هم وعنده فلوس، وأهم شي ولد مؤدب. صفية أنت راح تموتيني ترى. ها يجوز أنا ما أريد أزوج ابنية، يجوز أنا ما أنطيها. يا الله يا يمشي.